ايت احمد عبد الرحيم على الامانه الاقليميه لحزب اصاله والمعاصره بمدينه المحمديه. كان اليوم اجتماع عباره عن لقاء تواصلي وتحسيسي للحزب، والحضور كان بحضور مرشحين ومرشحات ديال اللائحه ديال الجماعه، وكذلك رؤساء الجماعات القرويه باقليم المحمديه. الغرض من هذا الاجتماع هو اعطاء الانطلاقه الفعليه لحزب الاصاله والمعاصره في الحمله ديالو الانتخابيه. وكما تتعرفوا وكما تشهد المغرب واحد الموجه وبائيه ديال كوفيد 19، هذا الشيء خصنا ناخذوه بعين الاعتبار وتكون واحد الحيطه والحذر. البرنامج اللي ناقشناه اليوم وتم اشراك المجتمع المدني كقوه تشاركيه، ولم يتم اقصاء اي احد، ونهجنا سياسه الباب المفتوح. اليوم حنا خرجنا بواحد 10 نقاط. النقطه الاولى المهمه والاساسيه هي هويه مدينه المحمديه، مدينه الزهور والرياضات الانيقه. هضرنا على جميع القطاعات، القطاع يعني الصحي، الثقافي، الرياضي، الاجتماعي، حق الولوجيات، يعني تكلمنا في جميع النقاط الحمد لله. وهذا البرنامج يبقى مفتوح، تبقى مفتوح لساكنة المحمدية. احنا راه الإشارة نتمنوا إن شاء الله أن هذه الحملة تدوز في أحسن حال، ويكون واحد التباعد واحترام يعني الساكنة. هذه الندوة هذه تنتمنوا من أعماق القلب ديالنا بعد الرسالة المولوية لصاحب الجلالة، هي إشراك الشاب المغربي في هذا العمل السياسي، ودخ دماء جديدة للكفاءات اللي تتعرفها. مدينة المحمدية زاخرة تتزخر بالكفاءات. اليوم احنا واعيين بالمسؤولية اللي العتيق ديالنا. نتمناو نحن كفريق عمل واحد نكون يد في يد ويد الله مع الجامعة، ونتمناو التوفيق لهذه المدينة وجميع المنافسين ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي محمد أمين بمزة، يعني أنا للأسف يعني في اللقاءات اللي كنا درنا يعني كنت تنخليه هو يتكلم على راسه، لان ملي غيتكلم على راسه كان احسن. لكن شهاده حق، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شاب طموح، عنده تجربه ما تكفي، عنده واحد الرغبه، عنده واحد الاحساس خارج من القلب للتغيير. شاب يسير واحد الهولدينغ اللي فيه 2400 عامل، ماشي بالسهل ملي تسير يعني هذا الزخم الهائل من العمال. يعني تسير ديال مدينه المحمديه بالرغبه والاراده وبالحب للمدينه، كون على يقين انه غينجح في العمل ديالو، ما غينجحش بوحده مع فريق عمل ومؤمن بهذا الشيء. نتمناو ليه التوفيق، ونتمناو التوفيق للمدينه اولا. ذكرنا السن ديالو الا كان السن ديالو شاب لا يتجاوز 27 سنه، يعني اصغر وكيل لائحه في المغرب، وخيرا يقدر يكون في المغرب كاع، يعني تقريبا في مدينه المحمديه اصغر شاب في المغرب. ما عنديش يعني رقم، يقدر يكون كما قلتوا يقدر يكون. شكرا للتغطيه ديالكم الصحفيه والاعلاميه، وعلى المواكبه ديالكم لهذا الحدث. تبارك الله عليكم، حتى انتم كذلك، وانتم كشباب خصكم تامنوا بالتغيير. خصنا نكونوا كلنا من اجل التغيير. ما تصوتوش، صوتوا بالقلب ديالكم، صوتوا المصلحة ديال المدينة، واللي بان لكم أصلح وأجدر باش يسير هذه المدينة يكون على الرأس ديالها الباب مفتوح ليه، وما نزيدوها إلا الخير. تبارك الله عليكم.